هاي سيدي ساحة شريبتكم ومرحبا بيكم في الحلقة الثانية من كاميرا كاشية على قناة الحوار التونسي. البارح شرطة المرور، اليوم زادة الشرطة حاضرة. السبعاوي من الفريق واقف قدام كاميونة متاع دي ميناجمو باش يطلب من المواطنين يعسولوا على الماب. هنا الشرطة تتدخل واللي جاي باش يعاون يلقى روحه متهم بالسرقة ولازم يبرر موقفه مع سليم. السلام عليكم شباب. لا لحظة برحمة بديك، عندي طاولة باش نهبطها دا عالكمية وعلى العباد هاو في البلد الموتى سوسو. لا لا واقف دقيقة برك، نخرج الطاولة ونسكر الباب ونمشي باش ناخذ ضرب. يا بارك لك دقيقة برك. جوز ما تبقاش هاي زين هاي زين زين فكر يكفى يكفى تكلم فيك هاي زين بالله زملاء بعضي تعزيز على مستويين تقوير. السلام عليكم. راه بطاقة تعريف. هاد بطاقة تعريف باش تعمل تسرق الدار هذايا هبط في تبشر. صايبو 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 دور دور هنا. هاد بطاقة تعريف. هاد بطاقة تعريف. ما عنديش بطاقة تعريف. شنو اسمك؟ معاذ. معاذ شنو؟ معاد عمر. رانيش خايف ليبي وخيش وبرا ليبي. ليبي ما عندكش هوية شنو فيه؟ تسرق تسرق في دار الناس غير ديار شنو نسرق فيها مخي؟ لا إله إلا الله. هبت تكلم سامي يا سيد معوية. أعطيني اسمك ولا قبل سامي الكاب تسمع تعطينا الهوية مالي. عن قدامنا المحجوز هنا عن أربع كراسي بلاستيك زوز فرده يتخضر. أنا محجوز يهودي لحظة يا دي اسكت تحت. هذا هو يرتدي قميص أزرق اللون. أعطيه شنو صوته على المتحدث. لا قلت بالك خير تبي ديك تحكي بيدي ده نزل تحكي بيدي نزل تحكي بيدي شغل تلك لبالك. كلمونا توا جيراني اللي قاعد تسمع. المشتبه بي عنده سوابق عدليه. قال احتفال بي عنده سوابق عدليه. واعطيني التاريخ واعطيني الاسباب. هذا البلوزون بي تستنى ترى من شريطه توا ودي انا مشريته. البلوزون اللي لبس هذا نترى بالليل ريكلاماسيون. الجيران اللي شكاو بيه توا شنو قالك؟ اعطيونا اوصافه. بلوزون بيضا نترا مشتبه بيه في النترا. مشتبه بيه في النترا عنده برشا شكايات. اعطيني التاريخ بالليل. اعطيني التاريخ. 12 جويلية 2022. قداش عمرك بتاعك؟ شغل يا واد. هذا اللي قال لي زود نزل خليك هنا بنهبط معايا الكراسي. ايه شو نعملوا معه طبعا نهزوه طبعا بالوقت وهلا نعملوا لايف على صفحة. ايجا ليه؟ ايجا هون ايه هاب ايك هون بعدك دورية في الحال. بالله بعدي دورية في الحال. هبط يديك هبط يديك هيك فهنا هيك فهنا. هبط المسروق تو هبط المسروق. السلام عليكم اخوي. السلام عليكم. اه شنو؟ انت وين درت الطاولة ولا اللي قلت لي عليها يا ابن الهزة وخلص؟ انت درت ايه؟ لا لحظة دور رجالي صاحبك هذا قلت لي بتيت الدبش باش نهبط بتيت الدبش. وش شنو يا صاحبي راني تكسب علي انت؟ انا كاميون صاحبك هذا الذين كاميون بتاعك انت ولا كاميون؟ ماشي بتاعي يا فاتين يا عمي اقسم بالله ما نسكنش هنا جملة يا راجل. يا مخي انت انا فايز والله ما قال لي زود خليك هنا شوية قبل ننزل وحدات خليك معاهم. الكاميون هذا ما نعرفهاش ولا هو متاعي ولا بتاعك انت الكاميون؟ يا فاتين يا ودي ما نسكنش هنا يا معلم. شنو اللي خيرك؟ اعطيك الراجل شوية راجل شوية عشان يقصد ربي زود. اعطيني اعطيني اوراق الكاميون. اعطيني ما عندي تمام زملاء. انا جيت يا ولدي من كل جنيه تو جيت راني. انت جيت انت وياه وصاحبك ثلاثه من الناس يتو تسرقوا. انا صاحبي شنو يا ولدي؟ راك يا معلم. انا ما عرفتش معلم عيطولي شنو هو شنو؟ طب مش قلت لي اقعد باش نب عندك باش نقتل باش نقتل. الأمور زادت تعقدت وستريس بدا يقوى وبعد الفاصل باش نكتشفوا قدرة التوانسة العظيمة في الفسعة من الحاكم.